انا مواطنه مغربيه، عندي بنت تقرا في هذه المدرسه، وكاين واحد القادوس هنا مفرقع راه جايه لاربع شهور، حي جمال الدار البيضاء، المهم الدار البيضاء حدا مقبره الشهداء، تأذينا منه بزاف. الدراري عندهم المناعه قليله، وهذا داك الرائحه الكريهه ما بغاش يحيدوا عينه زعما مده اربع شهور، هذه هو مفرقع تيجي وما تيديروا والو، ويعاودوا يعاود يبقى هو هو، تيبقى الحال كما هو عليه. تواصلوا الناس، تواصلوا السكينه، تواصلنا حنا، انا لحتى في اليوتيوب كاع والو ما كاينش بحال من بحال من منادي. ايوا الجواب ديالك المهم ما عرفتش انا، شي وحدين قال لك بانهم هاد ليديك ما بقاوش معاهم، غتجي شي شركه اخرى، هاد الشركه ما بقاتش، هادشي اللي سمعنا مؤخرا، ولكن الله اعلم. المطلب ديالك انت كيقول المطلب يحيدوا لينا هادشي، لان الدراري الصغار غيتاذاو، الامراض دابا ولات الامراض كثيره بلا هادشي، راه حنا دوزنا كورونا ودوزنا شحال من حاجه، الله يحفظ اللهم عافينا، ولكن دابا بغينا يحدوا من هادشي، يصلحوه، حنا راه مواطنين مغاربه، راه عندنا الحق بانهم يصلحوا لنا هادشي، ما يبقاش هادشي. ايوا لا اله الا الله، نتمنى المسؤولين يسمعونا، وحنا تناديوهم، لاننا حنا مواطنين مغاربه، بغينا هادشي يتقاد، ما يبقاش، ما نبقاوش حنا نتكرفصوا وليداتنا يتكرفصوا. ثلاثة سيمانة وتنتان ديكلاري على حساب هاد القادوس من الفرقع، تشوفوا كل شيء بعينيكم، ثلاثة سيمانة، تيهضروا معايا تيقول لهم غادي يجيو، شي حاجة ما تيجيو تي بوينتي تيمشيو بحالو، على الدري تيقرا وهاي مدرسة تيقرا، حشومة هاد والله عارف هاد العار القادوس هذا مفرقع ولا تيجيو تيشوفوا يوميا القادوس هذا، دابا تصور كل شيء واحد طاح هنا في الزنقة هنا، ولا كل شيء قادوس ديالهم مفرقع اللي مش غايديروا. الماء ديالهم ديالهم غادي يجيو غادي يصوبوا. خاطر لك يشكل هذا القادوس مثلا على الوليدات الصغار، عندك بنيتك كتقرا. هاي تقرا هاي الدريال، عادي جبنتها تيقرا تيقراو في المدرسة. وهاد الريحة حتى أنت جي شي ساعة في المكان شوف الريحة اللي كاينة هنا، شوف هاد الريحة اللي كاينة. واش ماشي مشكل دابا هاد ليديك هاد تيخدموا ولا ما تيخدموش هاد ليديك هاد. والله إلا عار ولا حيت هما تيجيو يدقوا على تخلص. ما يصوبوش زعما هاد القادوس هادي مفرقع باش يحشموا عار. هذا السيمانه حنا تندوزو يوميا تندوزو من القادوس يوميا يوميا شو هاد الحاله كيدير شو هاد الحاله هذا قادوس دابا ديال الدوله اللي تشوف شو خونا تنهضروا معكم باش تفهموا معنا الله يرحمك والديكم كصحافه الله يجزيكم بخير وشكرا الله يرحم لك الوالدين الرساله ديالك اخيرا رساله ما مسؤول يعني مسؤول اللي كيف المقاطعه ولا ما باش يخدموا الناس باش يجيو الناس يخدموا هاد المسؤولين هادو ما كاينينش حنا تنهضروا مع صحاب ليديك تيقول لك حنا غادي نجيو ما تيجيو ما والو عينا ما نهضروا في التليفونات عينا ما نهضروا ما تيجيو ما والو تنديكلاري وحتى حاجه ما تما حتى حاجه ما كاينه والو واخا غنجيو حتى حاجه ما تيجيو ما والو وباقي نفس المشكل تيوقع انت القادوس باقي هو هو بالنسبه للسلطات المنتخبه ما تواصلوش ما كاين حتى شي واحد تيجي راه يوم تصورها ليديك هو الديبو ديما هو كاين عاهل حدا بومبي يوم تدوزو مهنه ما تيجيو ما والو تيدوز عليه ما تيصلحو ما تيجيو ما والو هذا هو النداء ديال ما كاين لا مسؤول لا والو في هذا السلام عليكم اليوم اخويا بغينا نشوفوا هاد ريحه عاد القادوس راه قتلت لنا الوليدات قتلت لنا الوليدات عرفتي بنتي ها هي بنتي الحساسيه قتلاتها كنطلبوا من المسؤولين يجيو يشوفوا لنا هاد القادوس هذا الله يرحم الوالدين هادشي راه كارثه اللي دايرين لنا هنايا هادشي راه كارثه هادشي راه اكثر من عام وهاد المشكل هذا واقع لنا هنايا راه ملي كان طاحت واحد الطوموبيل هنايا ديال النقل المدرسي ودارت حفره وحفره كبرات المره الاولى والمره الثانيه عاد جاوا رقعوها صوبوها دابا عاوتاني ملي جا الشتا قادو صفات هانتوما الا صورتوا هاد الشيء هذا الحاله هذه وهاد الشيء كلشي دايز على باب ديال المدرسه باب ديال المدرسه تلامذ صغار كيدخلوا ويخرجوا يوميا صباح وعشيه كيدوزوا عليه كيفاش هاد التلامذ الصغار غياخذوا العبره من هاد الناس المسؤولين هاد الناس المسؤولين كيفاش غبغى هاد الدراري الصغار ياخذوا العبره من عندهم يومين يدخلوا في القسم جالسين يشموا ريحه الخنز الناس اللي هنا ساكنين كلشي كيشم ريحه الخنز الناس اللي ساكنين كلشي كيشم ريحه الخنز اللي دايز وراجع كيشوف هذه الحاله هذه ما عرفتش انا هاد الناس مسؤولين فينا هما الناس المسؤولين اللي خاصهم يصوبوا هذا الشيء هذا فينا هما واش كيتسناو حتى هما هذا الشيء حتى هو تخرج ليه ميزانيه ما عرفت واش ميزانيه غنخرجوها حنا راه انتم اللي هذا الشيء راه عندكم مصوبين ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم